السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ رجعت لكم فيديو جديد. بهذا الفيديو راح نحكي كيف ننشئ صورة مصغرة لليوتيوب. بعرفك انت اللي عم تشاهدني هلأ مليت، ويمكن المقطع تبعي طلع لك بعد آلاف المقاطع، بس لا تطلع، هذا الفيديو هو إلك. راح نتعلم اليوم كيف ننشئ صورة مصغرة احترافية وبتطبيق مدفوع، يعني التطبيق على المتجر بده مصاري لحتى تعمل هاي الشغلات، بس عندي راح تاخذ التطبيق مجانا وبرابط موجود بالوصف. بس استنى لا تروح، ما بدنا نشرح لك كيف بدك تعمل، خليك بدنا نشرح طريقة عمل الصورة المصغرة على هذا التطبيق، بعدين بتروح بتحمل التطبيق. إذا عجبك الفيديو أو إذا ما عجبك حتى معلش حط لنا لايك، بعرفك كبير وغالي، واشترك بالقناة إذا كنت جديد، وأعطينا الأنترو. طبعا شباب التطبيق هو تطبيق بيكس ارت. بعد ما دخلنا على تطبيق بيكس ارت رح نضغط على خيار الزائد اللي موجود تحت، بعدين رح نختار الصورة اللي احنا بدنا اياها. مثلا انا من باب التدريب رح انزل لتحت على خيار الخلفيات الملونة، ورح اختار اي خلفية بدي اياها، بعدين رح اروح على خيار الادوات، بعدين رح اروح على خيار قص، اختار خيار 16:9 لحتى تناسب اليوتيوب. بعد ما اخترنا خيار 16:9 رح نضغط على خيار اشارة الصح الموجودة فوق. هيك صارت عنا الصورة مناسبة ليوتيوب. بعدين احنا هلا بنضيف اللي بدنا اياها، مثلا رح نروح بنضيف نص، لنفترض رح نكتب بالنص طريقة انشاء شباب. بعد ما نضفنا النص راح نرفع نحطه بالزاوية اللي احنا بدنا اياها، راح نختار اللون، مثلا نختار او عفوا نختار الاصفر اول شيء، نختار اللون الاسود، بعدين الكمية نرفعه وبنزله على حسب ما بدنا احنا، بعدين راح نرجع على خيار تمييز اللي يكون موجود هون، راح تكون الشفافية 100% بنزله تقريبا لحد 11، بعدين التباعد والمزيج والانماط هاي انت بتناسبك لالك. انا رح اروح على خيار الظل. بعد ما رحنا على خيار الظل رح نرفع الشفافية 100% والضبابية رح ننزلها 0%. شايفين كيف صار الخط شباب؟ صار الخط احترافي. بعدين رح نضغط على خيار الصح، بعدين شباب رح نختار خيار لاصق. شو يعني خيار لاصق؟ مثلا خيار لاصق شباب، مثال انا راح عن طريق المثال راح اختار مثلا مايكروفون، انا كنت باحث عن مايكروفون من زمان، مثل ما انكم شايفين شباب طلعنا مجموعة من المايكات، او راح اختار مثلا وجه التطبيق بيكس ارت، وراح نبحث، مثل ما انكم شايفين شباب ظهر لنا مجموعة واسعة من محركات البحث، مثلا راح نختار هاي نضغط عليها ونحطها وين ما بدنا ونضغط على خيار الصح. بعدين شباب اذا بدك مثلا تضيف تأثيرات بتخلي حجم الصورة مثلا فائق الدقة HDR1، مثل ما كنت شايفين شباب صارت الصورة رهيبة، تضغط على خيار الصح. وطبعا اذا بدك تضيف صورة لك، مثلا راح اضيف صورة لا على التعيين، انا مثلا شباب انا جبت هاي الصورة، مثل ما انكم شايفين الخلفية السوداء خربت الدنيا بكل معنى الكلمة، راح نضغط على خيار ازالة الخلفية الموجود هون، وراح نضغط على خيار ازالة، وراح ننطر شوي لانه التطبيق هذا بيشتغل على النت، يعني الصورة المصغرة راح تصمم على النت بحت. مثل ما انكم شايفين شباب انزالت الخلفية السوداء معنا، بنحط الصورة كيف ما بدنا وبنضغط على خيار صح. هيك صارت معنا الصورة مصغرة تقريبا. هاي شباب انا عم بعملها عشوائيا، هاي الصورة يعني ماني تعبان عليها باحترافية، وفي مجموعة كبيرة من الخيارات، في عندك الفراشة، في عندك الرسم، في عندك لمعة العدسة، في عندك اطار، في عندك وسيلة شرح، وسيلة شرح فقاعات، يعني شباب يعني انت بتختار يلي بدك اياه واللي بيناسبك على هوا الفيديو اللي انت عامله.
والهم يكون يا شباب وصلنا لنهاية هذا الفيديو، اللي بعده ما عملنا لايك يعملنا لايك واشترك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.